بعد النتيجة 4 للأهلي، لا شيء للكروب اللي جاب الجول الأخير الرابع محمد عبد. كابتن محمد، عايزين بقى نرجع البطولة الأفريقية دي، كانت أول بطولة لنادي الأهلي سنة 82، وانت كان ليك دور فيها. ما كنتش موجود في المباراة قبل النهاية والنهاية، لكن كان ليك برضو دور مهم في مشوار البطولة، خاصة ان حضرتك كنت يعني من هداف النادي الأهلي وقتها. البطولة دي كانت عزيزة علينا قوي، وكنا احنا بنلعبها بجدية. وكان عندنا صور احنا لازم ناخد بطولة افريقيا. فالحمد لله يعني انا تهمت في الادوار التنهيدية الاولانية. وحظي بقى ما انا ما سافرتش معاهم، كنت اضطرت انا في ماتش ابالوهيا اتوقفت اللي هو الدور من النهائي والنهائي، وما سافرتش. الحمد لله خدنا البطوله يعني. وخدنا برضه معاه في نفس السنه دي خدنا دوري عام وخدنا كاس مصر برضه. كاس مصر كاس مصر كان قدام المقاولين، وكان في ماتش قدام المقاولين العرب، وكان في ماتش قدام الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري. طيب فاكر كاس مصر قدام المقاولين العرب؟ طبعا دي من المباريات الشهيره بتاعت الكابتن محمد عباس، جهد كوتي والكابتن فهد شعبان والكابتن مفتي. وقعدنا بقى واتكلموا معايا وبتاع، قالوا لي انت النهارده انت اللي هتكسبنا. دخل فينا جول بقى اول 10 دقايق. فاحنا لسه بنقول يا هاتش لازم نجيب جون، ما ينفعش حتى نستعوض بسرعه. لازم نتعوض بسرعه. اليوم كانوا كويسين جدا الفتره دي، من احسن فرقه جت المقاولين العرب، حمد نوح وعبوده والشيشيني فرقه. ونصر محمد علي كان فرقه فظيعه يعني. المهم جه فاول على ناحيه الليفت كده، فربيع قال انا هعملها، ربيع بيعملها حلو يعني، وبياخدها من جوه الجزمه بصباعه الكبير كده، تقوم عامله اللفه. ربيع عارف ان انا بعمل جنب عالي، وانا ايه باصص له على العرضه القريبه يعني، انا ما تدخلنيش في الزحمه بقى، انا جاي قاصص ورايح لك عن حته قدام اللي هو اخر السدباك. وقت طالع انا طالع مش عاملها بقى الناحيه الثانيه، انا لا لقيت الزاويه الشمال الجون وهي بلي انا، وتحطيتها تحت. ده كان جون الهدف التعادل. هدف التعادل. ولعبت في ضربات الجزاء بقى، احنا وصلنا ضربات الجزاء في اليوم ده. كان مضيع قبل مني كابتن طارق الشيخ. احنا كسبنا 4-3 في ضربات الجزاء. خدتوا الكاس وقتها. خدنا الكاس. هدوكوتي كان مدرب كبير يا كابتن محمد. ودماغه سم. طب قول لي يعني النهارده انت لما ما شاء الله انت بتتكلم عن الجيل ده كله، جيل كله نجوم، هدوكوتي كان بيتعامل ازاي معاك وقتها؟ خاصة كان في ناس نجوم يعني كبيرة، وفي لعيبة صاعدة طالعة، وما شاء الله الفرقة كلها نجوم. في الفترة دي احنا لما صعدنا هناك في النادي الأهلي في حاجة يعني متميزة، كبير كبير صغير صغير، الاحترام موجود طبعا. ما تقدرش تعدي من قدام الأوضة بتاعت الفريق الأول تعمل زيتها وتهزر مع صاحبك، ما فيش الكلام ده. تعدي بسكوت لغاية ما تعدي الأوضة بتاعتهم وتروح أوضتك. كده كان في ادب يا كابتن، كان في احترام. وممكن كل الفرقه تكلمك في الملعب، مفيش مشكله. ما هو بيكلمني يعني عايزين نكسب. فانا كنت بتقبل اي واحد يتكلم معايا، كانوا يحبوني قوي الكباتن بتوع كابتن. كويس. كان الحمد لله الحمد لله كانوا كلهم بيحبوني يعني. عايز اعرف علاقتك بقى وقتها في الفرقه بالكابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، النجوم اللي كانت موجوده في الفرقه، وانت برضو كنت نجم كبير في الفرقه، في فريق النادي الاهلي. انا لما لعبت بقى في ارتياح شويه للنجيم يعني النجوم الكبار اللي انا موجود في وسطيهم. انا سبرنتات وقوه ولعب وترقيص وبتاع، بقيت اهاب الخطيب. الخطيب ايه انا ايه يعني عرفت ان هو بيمتص الكوره يعني بطريقه غريبه، لما تبقى حتى جايه طلقه يعملها كده تقف. فانا لسه كتي بقى يعني، انا اعمل 1 2 واروح مكانه. وكان كابتن صفوت الله يرحمه كان يقول لي ما تندهش عليا، روح انت مكانه هتلاقيها في المكان اللي انت رايح. هو بعينه خلاص. يقول انت روح انت وانا هعملها لك في المكان اللي انت هتروح فيه. كابتن مختار برضه. ده كان لعيبه كبيره قوي قوي. طب قول لنا ايه الماتشات اللي انت بتعتز بيها؟ الماتشات اللي انت يعني لما بتقعد كده تسترجع ذكريات مباراتك الحلوه ما تنساهاش، دايما المباراه دي انت فاكرها. في موسم الزمالك كان مسابقنا ب 13 بونت.
ولعب الزمالك احنا في اول الدور الثاني 13 بونت كتير يعني مش طبعا. قعدنا قال لك احنا مش هنخسر بونت عشان عايزين تكسبوا الدوري هتكسبوا جوه وبره سيبوا النتائج بقى ايه يعني انتوا كلاعيبه قعدتوا مع بعض وقلتوا الكلام ده ومعانا كابتن فؤاد وخدنا عهد ان احنا مش هنفوت نقطه هنكسب بره وجوه ما فيهاش هتكسب جوه وتتعادل بره مفيش الكلام ده هتكسب بره وجوه على اساس لازم الفرق ده كتير واحنا قاعدين مع الزمالك الكعبل الزمالك الكعبل وصلنا في النهايه بنلعبهم كسبناهم 2-1 شريف عبد المنعم اللي جاب الجونين كابتن شريف ترافولت كان عامل ماتش في اليوم ده ماتش بطوله يعني هتكسب هم عايزين يتعادلوا واحنا لازم نكسب يعني هو تعادلوا ممكن ياخدوا الدوري وشوف الفرق النقطه وصل لغايه فين واحنا نكسب كان نقطتين الاول يعني لازم تكسب انت المباراه دي لازم تكسب عشان تاخدوا بطوله لازم تكسب وهم عايزين يتعادلوا كسبناهم 2-1 دي من احسن الماتشات اللي انت دايما تفتكرها احسن ماتشات وكنا بنلعب مره في بطل الجابون فرقه كويسه يعني وكانش معانا برضه كابتن الخطيب لقيت اللي كان معانا كريتشاري دكتور كريتشاري جاي بالكابتن فؤاد احنا بنتكلم معاه وقال له انا عايز فهد محمد لازم نكسب ماتش بره خارجي لازم نكسب عملت برضه ماتش كان جميل قوي وكسبنا يوميها 2-1 برضه انا جبت الجونين هناك طيب بعد هيدوكوتي كان في كابتن محمود الجوهري مرت مع كابتن محمود الجوهري ايام ما كان معاه ماسك فرقه الامل وبعد كده لما جه مسك الفريق الاول بعد ما جه من فلسطين من الطياره من الاردن تقريبا مسك الفريق الاول فانا في الفتره دي كنت انا مش منتظم في الفتره بتاعت الكابتن جوهري دي فالمهم الكابتن جوهري دور عليا وبتاع عملنا اجتماع وقال لي مالكش دعوه انت اي طلبات ليك فلوس ليك حقوق اسالنا انا فيها تروح له هو كمدير فني الكابتن جوهري قال لي مالكش دعوه اي حد قال لي مالكش دعوه كان بقى لسه كان كابتن صالح لسه ماسك احنا حضرت فريق مرتجع من الاول الله يرحمه فريق مرتجع كمال حافظ فكنت انا غايب في الفتره دي اكتر من حوالي 22 يوم عبال ما جمعوني وبتاع فالكابتن صالح ما اتكلمش عمل لي برنامج الكابتن جوهري